تسبب مرض الحصبة في وفاة 39 شخصا سنة 19 و2000 وفق إدارة الرعاية الصحية الأساسية. وأفادت مديرة الرعاية الصحية الأساسية أحلام جزارة أن تونس عرفت خلال 19 و2000 تفشيا لهذا المرض وارتفعت مؤشرات الإصابة به. تونس عاشت في 2019 انتشار متاع حالة الحصبة وصلت لقرابة 4600 حالة، 35% منهم عمرهم 20 سنة فما فوق. تعمل بحث مصلي ورى اللي فما شريحة عمرية ماهيش محسنة بالقداء ضد المرض نتاع الحصبة هذا. هذاك علاش اللجنة الوطنية للتلقيح خرجت توصيات باش نلقحوا الأشخاص اللي مولودين ما بين عام 1983 والأشخاص المولودين بين 83 و 95، يعني اللي أعمارهم ما بين 26 و 38 سنة. وتنطلق اليوم وإلى غاية 15 من شهر جانفي الجاري الحملة الوطنية للتلقيح ضد الحصبة للفئة العمرية من 26 إلى 38 سنة، وتدعو وزارة الصحة هذه الفئة إلى الاستفادة من الحملة وتلقي اللقاح الذي أكدت جزارة أنه لا يتعارض مع لقاح كوفيد-19. التلقيح هذا يتماشى مع تلقيح الكوفيد، ينجم الشخص إذا كان هو مازال ما لقحش يتلقى حتى في نفس اليوم جرعة التلقيح ضد الكوفيد وجرعة تلقيح الحصبة، كل واحد منهم في ذراع، ماهوش حاجة اللي هي ما تتمشاش. استمرارية الخدمات الأساسية، ما ثماش كان الكوفيد اللي معناها لقحوا ضده، يلزم نذكروا الحاجات الأخرين. ويستثنى من هذه الحملة الأشخاص الذين أصيبوا بالحصبة أو تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لها. متأكدين اللي مرضوا بالحصبة في الصغرى متاعهم ولا معناها عملوا لاغوجول مالادي، والا عندهم توثيق كتابي اللي هما تلقاو جرعتين في الطفوله نتاعهم اللي هما على قليله زرق ومرتين، اذا كان ما عند ولا مراه حبله توا ولا تنوي الحمل في الشهر المقبل، هذوكم برك مستثنين عن التلقيح. وتهدف وزارة الصحة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الحصانة ضد الحصبة والوقاية من ظهور وباء، خاصة وأن هذا المرض وفق المختصين يتسبب في التهاب عصبي أو رئوي لمن تجاوز 20 سنة.